والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين. هنبدأ النهاردة نكمل الجزء الثالث من الرد على الإساءة على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب العصمة المطلقة لسيد الخلق المصطفى. النهاردة هناخد جزئية بقى في غاية الأهمية، يمكن كتير ما يعرفش الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه ده، انما احنا هنتكلم عن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم والإشارة إليه صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية السابقة. الكتب السماوية السابقة ذكر فيها دلالة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيها صفاته صلى الله عليه وسلم، ذكر فيها الأرض اللي هو هينزل فيها، ذكر في الكتب السابقة حاله وولادته وحادثة شق صدره وتحركاته وأصحابه، يعني كل ما مس النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الكتب السماوية السابقة. الكلام ده أنا ذكره في الفصل الثالث من كتاب العصمة المطلقة لسيد الخلق المصطفى، والجزء ده احنا نتكلم فيه بما ذكره الكتاب، وهنتناول في ما ذكر في الكتب السماوية السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. عصمته صلى الله عليه وسلم في نسبه الشريف، يعني النهاردة المحاضرة الثالثة دي هتبقى على نسبه الشريف كما ذكر في الكتب السماوية السابقة. كما ذكر في الكتب السماوية السابقة عشان تبقى دلالة على غيرنا من غير المسلمين، عشان ما نقولش بس احنا بنستشهد بآيات القرآن الكريم فالناس تقول طيب ما انتوا بتستشهدوا بالقرآن، انما احنا عايزينكم تستشهدوا بحاجات تخصنا في الكتب السماوية اللي نزلت على سيدنا موسى او على سيدنا عيسى. هنقول هنا ان الكتاب المقدس على بينة بنسب النبي الموعود، وانه من نسل سيدنا اسماعيل ابن سيدنا ابراهيم عليهم السلام. هذا النبي موعود بأمة كبيرة وعظيمة، قال عنه الرب في سفر التكوين: ها أنا أباركه وأثمره بماد ماد. وبه يتحقق قوله سبحانه لإبراهيم: ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض، موجودة في سفر التكوين 81:22. إنه سيدنا محمد سليل سيدنا إسماعيل، ذلك النبي الخاتم الموعود والمبارك الآتي باسم الرب الذي وحده صلى الله عليه وسلم، وتتطابق شخصيته مع النصوص، وإن ذرية إسماعيل صارت معلومة لدى أبناء إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب عليه السلام بأنهم سكان الصحراء العربية. ولم يكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا من أبناء سيدنا إسماعيل، ومن ذلك الابن المسمى قيدار، اسمه قيدار، الذي صار أكثر شهرة في التوراة. يبقى هنا سفر التكوين جاب اسمه بماد ماد وقال هو من ذرية قيدار. ذكر قيدار في التوراة في سفر التكوين 16:25-12، وفي سفر إرميا 10، وإشعياء 67، وإشعياء 3
والإشعياء 13 11 على 12، علشان اللي معاه أي معلومة عن سفر التكوين يفتح ويراجع معانا الصفحات دي. وفي هذا دلالة هامة على أن ذرية قيدار صارت مرموقة عند الله عز وجل، وليست هذه الشهرة عفوا أو عفويا، ولكن بهدف رباني ولحكمة عالية تومئ لبني إسرائيل أن من نسل هذا يولد مين بقى؟ الذي حياته وأعماله تكون به الأمة الكبيرة الموعود بها سيدنا إسماعيل عليه السلام، وتتبارك به وبنسله الأمم. ده إشارة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وبه يتضاعف النصيب لحقوق الجنس البشري، ويتنبأ إشعياء بمكان هذا النبي، تكلم على مكان وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا ليعطي الرب مجدا. ده الكلام اللي جه في سفر التكوين وسفر إرميا وإشعياء. لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا ليعطي الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر. الرب ذكر كده، الرب كالجبار يخرج كرجل حرب ينهض غيرته ويهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه. النص ده موجود في سفر إشعياء. وفي وضوح وجلاء أكثر وحي من جهة بلاد العرب، ده إشعياء 13 على 21. وصدق الله فيقول عن ذات النبي سليل إسماعيل المبعوث للأمم في نفس سفر إشعياء 113 على 42. قال إيه بقى؟ قال إيه على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق فيخرج الحق للأمم. ده نفس سفر إشعياء 42 جزء الأولاني رقم 3. وسمت بشرى رائعة ومدوية في العهد القديم، ده قال مين اللي قال فيه كده؟ سفر التثنية الإصحاح 91 جزء 18 صفحة 18، تشير إلى أصل النبي صلى الله عليه وسلم ومنبته. تقول البشرى التي أخبر بها الرب بني إسرائيل على لسان موسى، قال إيه بقى؟ الكلام ده كله موجود فين؟ في توراة بني إسرائيل، موجود في التوراة. قال إيه ربنا سبحانه وتعالى في التوراة ده؟ أقيم لكم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون الإنسان الذي لا يسمع لكلام الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. دي الجزئية اللي موجودة في التوراة. هنا هنمسك الجزئية دي عشان نشوف التحليل بتاعها ايه، وهذه البشرة تحتاج إلى تحليل. أقيم لهم نبيا، وفي ترجمة عربية أخرى سأقيم، وكلاهما بشرى من الله بإقامة نبي موعود مثل موسى،
وله صفات حددتها الفقرات دي احنا ذكرناها، وان الله عز وجل عندما تكلم بهذا وعد، وعندما يكون هناك وعد الهي فانه لا محاله سيتحقق، لان المتكلم هو الله. وعندما قال سبحانه وتعالى اقيموا لهم نبيا، فلا بد ان يكون نبيا سيقوم، طالما قال اقيم لهم نبيا يبقى في نبي سيقوم. وعلى الجميع ان يقولوا ادبا مع الله مبارك الاتي باسم الرب من وسط اخوتهم، اي من بني اسماعيل اخوه بني اسرائيل، لان اسماعيل ابن ابراهيم هو الابن البكر لسيدنا ابراهيم، على كلمه اقيموا لهم نبيا من اوسطهم، اي من بني اسماعيل اخوه بني اسرائيل، لان اسماعيل ابن ابراهيم هو الابن الاكبر لابراهيم والاخ الاكبر لمين؟ لسيدنا اسحاق ابو مين؟ ابو اسرائيل اللي هو مين؟ سيدنا يعقوب. تمام كده؟ عليهم السلام جميعا. والله سبحانه وتعالى فوق الزمان والمكان يتحدث اعتبارا لهذه الاخوه القديمه بين اسماعيل واسحاق وابوهما ابو الانبياء، ومحور التجمع الابوي النبوي، وكما وعد ابراهيم ان يكون من ابنه اسحاق شعبا يدعى شعب اسرائيل، كذلك سبق ان سمع من ابراهيم في اسماعيل الذي صار صاحب الوعد بالبركه، وان يثمره الله ويكثره كثيرا جدا. اللغه دي لغه ايه؟ ما ذكر في التوراه والانجيل. ويجعل منه الامه الكبيره، وذلك بمبعث هذا النبي الذي سيكون مثل موسى. لما يقول مثل موسى، النبي صلى الله عليه وسلم نزل بشريعه، وسيدنا موسى نزل بشريعه، انما سيدنا عيسى ما نزلش بايه؟ بتشريع. ونلاحظ كما يقول البروفيسور عبد الاحد داوود كلداني، الذي كان قصا يدعى بنجامين كلداني، ان كلمتي كثيرا جدا تقابلها في اللغه العربيه بماد ماد، اي بمحمد، ولكن المترجمون للاسف ترجموا الاسم الى معنى اخر، فحولوا كلمه بماد ماد الى كلمه كثيرا جدا كمعنى بدلا من كاسم، يعني قالوا ان ده اسم معنى وليس ايه؟ اسم. ده كلام مين؟ ده كلام البروفيسور عبد الاحد داوود كلداني. الى انه بحساب القيمه العدديه، ده علماء بني اسرائيل بقى بيشتغلوا اصلا بالاعداد. الا انه بحساب القيمه العدديه لكلمه بماد ماد نجدها تساوي كلمة محمد العربية في القيمة العددية كالتالي: ب ميم ألف دال ميم ألف دال اللي هي بماد ماد، الباء باتنين، الميم باربعين، الألف بواحد، الدال باربعة، الميم باربعين، الألف بواحد والدال باربعة، تبقى الجملة كلها 92. كل اليهود بيشتغلوا بالأرقام، لذلك كانوا السحرة برضو في زمن فرعون بيشتغلوا بالايه؟ بالارقام. طيب محمد الدال باربعه والميم باربعين والحاء بثمانيه والميم باربعين، تبقى الجمله كام؟ 92. يبقى بحسابات الارقام كلمه بماد ماد تساوي 2 وايه؟ و90، اللي هو نفس عدد مين؟ اسم محمد. وذلك حسب الجمل وحساب عرفه علماء بني اسرائيل واستخدموه منذ القدم في تفسيراتهم للتنبؤات. طيب طبعا ترتيب الحروف انا كاتبه في الكتاب، ترتيب الحروف والارقام، وهذا يبين وفق حسابات علماء بني اسرائيل انفسهم في استخراج النبوءات ان بركه اسماعيل التي وعد الله بها ابراهيم
ستظهر في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك الاسم أكد عليه القديس حجي بشكل واضح بأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله تعالى: ولسوف، الكلام ده مذكور فين؟ في التوراة. ولسوف أزلزل كل الأمم، وسوف يأتي حماد لكل الأمم. والجملة دي موجودة برضو في إيه؟ في سفر حجي 5 الجزء السابع من الكتاب المقدس، وقد ترجموا كلمة حماد إلى مشتهي. ويزداد اليقين بهذا عندما يعلموا أن كلمة المعزي أو المعزة في الإنجيل هي ترجمة محرفة لكلمة بيريكليوتس اليونانية التي كتب بها إنجيل يوحنا منذ البداية. كلمة إيه؟ بيكريوتس التي كتب بها إنجيل يوحنا منذ البداية، وهي تعني في ترجمتها الدقيقة أحمد. فقد حرفت في الأناجيل عند ترجمتها إلى بارا كليوتس، والتي تعني المعزي، وذلك ينطبق حرفيا مع ما أثبته القرآن الكريم من كلام السيد المسيح عليه السلام إلى بني إسرائيل، إذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. احنا قلنا ذكر بأنه ايه؟ يأتي مين؟ حماد، اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. سورة الصف آية رقم 6. ويقول البروفيسور عبد الأحد داود: وفي إنجيل يوحنا الذي كتب باليونانية استعمل كلمة بار كليوتس أو بار كليوتوس، وهي صيغة وثنية لم تستعمل في الأدب الإغريقي، ولكن كلمة بير يكليوتس والتي توافق وتطابق تماما اسم أحمد في معناها ومغزاها محمد في الكتاب المقدس. يوم حرفوا بدل بير يكليوتس خلوها بار كليوتس. وعودة إلى النبوءة الموسوية، فإنه لا يصح عقلا ولا منطقا أن نقول بني إسرائيل إخوة بني إسرائيل، ما ربنا قالها بعد من أوسطه، فما ينفعش يبقى هو النبي من بني إسرائيل وهم نفسهم بني إيه؟ إسرائيل. تمام؟ قال من ولاد من إيه؟ قال عليهم منين؟ من أولاء، من أوسطهم، من إيه؟ ها؟ من أولاد إسماعيل. بل يصح أن نقول أن العرب إخوة بني إسرائيل لفظا وعقلا ومنطقا وتاريخا، ولأنه لو أراد الله سبحانه وهو أحكم الحاكمين هذا النبي الموعود أن يكون من بني إسرائيل لقال لهم بأنه منكم أو من وسطكم أو من أنفسكم. يعني لو أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يشير إلى أن النبي القادم هو من بني إسرائيل كان ربنا قال كده: قال منكم أو من وسطكم أو من إيه؟ أنفسكم. وسبحانه خلق الإنسان وعلمه البيان، وما كلامنا إلا بقدرته، بل إن من إعجازه أن قال لبني إسرائيل من وسط إيه؟ إخوتكم، فهي لا تعني إلا من بني إسماعيل. بيقول من وسط إخوتكم، يعني مش منكم، من وسط إخوان. طب هم مين إخوانهم؟
أبناء عمومته اللي هو مين؟ أبناء سيدنا إسماعيل. فهي لا تعني إلا من بني إسماعيل على وجه الحقيقة، كما جاء لفظ إخوة بهذا الاستعمال على وجه الحقيقة في وعد الله لهاجر في حق إسماعيل عليه السلام وأمام جميع إخوته يسكن. ده ذكر في سفر التكوين إصحاح 12 على 16. وجاء هذا الاستعمال على وجه الحقيقة أيضا في حق إسماعيل في سفر التكوين إصحاح 18 على 25 أمام جميع إخوته نزل. وفي النسخة السامرية حول كل إخوته نزل. وفي ترجمة عربية مطبوعة منتهى إخوته يسكن. يبقى كله بيتكلم على إيه؟ إخوتهم. لكن مش منين؟ مش منهم. والمراد هنا بنو عيسو وإسحاق وغيرهم من أبناء إبراهيم عليه السلام. وفي الإصحاح الثاني من سفر التثنية إيه بقى؟ قال إيه؟ قال هكذا: وقال للرب ثم أوصى الشعب وقال لهم: إنكم ستجزون في تخوم إخوتكم بنو عيسو الذين في سعير وسيخشونكم. فلما جزنا إخوتنا بنو عيسو الذين يسكنون سعير، ولذا يجب التفطن لموطن الحقيقة للمجاز الذي يلتفت به أخبارهم. أما إن قيل أن إخوة بني إسرائيل لا تنحصر في بني إسماعيل لأن بني عيسو وبني قطورة من إخوتهم، أيضا قطورة زوجة إبراهيم عليه السلام بعد موت السيدة سارة وقد ولدت له ستة إيه؟ بنين. الكلام ده موجود فين؟ في قاموس القديم، في قاموس الكتاب المقدس صفحة 739. هو ده ذكر كما يعني احنا قايلين كما ذكر فين؟ في الكتاب المقدس. هنا نقول بقى الاجابه هنا على ما ذكر: نعم، هؤلاء ايضا من اخوه بني اسرائيل اللي هو بقى فين؟ لكنهم لم يظهر احد منهم ان يكون موصوفا بالامور المذكوره، اللي هم اولاد مين؟ ولاد قطورة أو قطورة اللي هي مين؟ زوجة مين؟ سيدنا إبراهيم بعد السيدة سارة. خلفت ستة بس ما فيش ولا واحد من الست دول كان ليه نفس الإيه؟ المواصفات اللي ذكر عن بني إسماعيل. لكنهم لم يظهر أحد منهم أن يكون موصوفا بالأمور المذكورة، ولم يكن وعد الله فيهم كما وعد الله سيدنا إبراهيم في حق مين؟ سيدنا إسماعيل بحسب سفر التكوين. وكذلك لدعاء إسحاق على بنو عيسو تكوين 27 سفر التكوين 27 فقرة 29: ولم يعد الله قطورة أو قطورة في التوراة مطلقا، يعني ما فيش وعد من ربنا لزوجة سيدنا إبراهيم، لكنها كان الوعد لمين؟ لستنا سارة في التوراة مطلقا كما وعد ووعد مين؟ ستنا مين؟ ستنا هاجر. ستنا سارة وعدها ووعد ستنا ايه؟ هاجر. وعد ستنا هاجر بمين؟ سيدنا اسماعيل. ووعد ستنا سارة بمين؟ بإسحاق، ومن بعد إسحاق يعقوب. لكن زوجته الثالثة ما فيش فيها أي وعد فين ذكر ليها. كما وعد هاجر مرتين عن طريق ملاك الرب. خد بالك ان ستنا هاجر هي السيده الوحيده اللي جالها مين؟ جالها سيدنا جبريل وحي ملاك الرب. كما وعد هاجر مرتين عن طريق ملاك الرب في حق ابنها اسماعيل، خاطبها مرتين ووعدها بان منه سيجعل امه كبيره وعظيمه. ومنها في سفر التكوين 21 جزء 17 صفحه 21: فسمع الله صوت الغلام. ده مين؟ سيدنا اسماعيل وهو يبكي. فنادى ملاك الرب هاجر من السماء وقال لها: يا هاجر لا تخافي. الكلام ده موجود في سفر التكوين. لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو.
قومي احمل الغلام وشد يدك به لاني ساجعله امه عظيمه. وما فيش ام عظيمه خرجت من نسل سيدنا اسماعيل الا مين؟ الا حضره النبي صلى الله عليه وسلم. وفتح الله عينيها فابصرت بئر ماء، ده هو زمزم. ذهبت وملأت القرب ماء وسقط الغلام وسكن في برية ايه؟ فاران. سكن فين؟ في برية فاران. وبداية قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام في أور الكلدانية بالعراق أنه كان محطم الأصنام. طب مين اللي حطم الأصنام؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حيث أعلن عن إيمان وتعلقه بالإله الواحد، حيث دخل حينما دخل معبد الأصنام وحطمها كلها إلا واحدا، كما ذكر ذلك في السيرة النبوية وقصة الأنبياء. وبذلك كان إبراهيم النموذج، كان سيدنا إبراهيم النموذج الأصلي الحقيقي الأول الذي سيكون عليه حفيده النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بعده بزمن طويل وكان أكبر محطم للأصنام والأوثان. وقد نجى الله تبارك وتعالى إبراهيم من النار وخرج منها سالما منتصرا بعدما ألقي فيها بأمر منين؟ من نمروز. وبعد ذلك هاجر وطنه مبتدئا برحلة طويلة نحو أرض كنعان ثم إلى مصر، وبعدها إلى شبه الجزيرة العربية، وزوجته سارة كانت إيه؟ هاجر. ما هي اللي جانها الرسل؟ ها؟ دخلوا عليها، كانوا رايحين لقوم لوط، ها؟ فبشرناها بإسحاق، أيوه الآية، أنا إزاي قالت امرأتي عجوز؟ امرأتي عجوز. بشرناها هي سقت وجهها يعني، قالت وأنا عجوز؟ طيب ماشي. أما تلك الفتاة المصرية المسكينة هاجر كانت تعمل في خدمة إبراهيم عليه السلام ليل نهار وفي خدمة زوجته سارة، يعني هي كانت زوجته بس كانت بتخدمهم. وبأمر من الله تعالى أشارت إليه زوجته سارة أن يجعل هاجر زوجة له، وكانت وفية وأثمر هذا الزواج بميلاد سيدنا إسماعيل الابن البكر لسيدنا إبراهيم عليه السلام، كما بشرها الملاك بهذه الفقرات من سفر التكوين والإصحاح 11 جزء 6 رقم 16 صفحة 16. قال إيه بقى؟ فقال، ده اللي ما ذكر فين؟ في سفر التكوين. فقال إبرام لساري، إبرام اللي هو سيدنا إبراهيم، ساري اللي هي ستنا سارة، فقال إبرام لساري: هي ذي جاريتك في يدك، افعلي بها ما يحسن في عينيك. فأذلتها ساري، وقال كده في السفر، فهربت من وجهها، فوجدها ملاك الرب على عين ماء في البرية، على العين التي في طريق شور، وقال: يا هاجر جارية ساراي، من أين أتيت؟ وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي. فقال لها ملاك الرب: تكسيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكسرة، يعني محدش يقدر يعمل كنت نسله. وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب قد سعى لملائك. وأن الله لإبراهيم أنه قد له أن يصبح أبا لأمم عديدة، وإن كل المناطق التي سوف يجتازها سوف يرثها نسله من بعده، وإن جميع أمم الأرض سوف تكون مباركة بذريته،
وقال الله ايضا لابراهيم في سفر التكوين جزء 18 صفحه 15 لنسلك اعطي هذه الارض من نهر مصر الى النهر الكبير اللي هو نهر الايه الفرات. وبعدها على الفور حديث سفر التكوين عن ميلاد سيدنا اسماعيل عليه السلام، وكانه هو الموعود بذلك الوعد الالهي الفريد العظيم في تاريخ الايه الاديان. هنا ولما لا، وهو الموعود بالامه الكبيره ويتقبله ابراهيم بايمان لا يزعم. وعندما يبلغ اسماعيل الثالثه عشر من عمره يوصي الله سيدنا سيدنا ابراهيم، واول من تم ختانه من سيدنا اسماعيل. وقد كان سيدنا ابراهيم في 90 عمره حينما جاء ختان سيدنا اسماعيل عليه السلام الذي بلغ 13، وكافه الخدم الذكور في البيت طبق كل الختان على كل الموجودين. ولكن لا ننسى قول الله تعالى له: بل الذي يخرج من احشائك هو يرثك. وبذلك يكون ميراث الله لابراهيم قد تم الوفاء به. كده دي جزئيه. طبعا الموضوع انا كاتب في باقي الفصل كل ما ذكر وكل اثباتات ما ذكرت في التوراه ان شاء الله في الجزء الجاي بإذن الله هنبدأ نكمله، وهنبدأ نتكلم على صفات النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر فيها بالنسبة لوجوده صلى الله عليه وسلم وما بشر به التوراة والإنجيل. ده خطاب لمن أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نعتمد على إيماننا بما